السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي في كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا النهارده الفيديو بتاعنا جميل جدا جدا، زي ما انتم شايفين البنات فرحانة علشان خارجين نختار الأوضة بتاعتهم، ودي كانت المفاجأة بتاعتي اللي أنا كنت بحضر فيها للنيرة ومردتش أقول لها عليها الأيام اللي فاتت. قلت بقى النهارده هاخدها تنقي الأوضة بتاعتها عشان تجيبي الأوضة بدلاب. أوضة بدلاب يبقى ايه، خاصة بالبنات لوحدها، والصبيان بقى ايه تبقى في أوضتهم لوحدهم. اختاروا بقى معانا الأوضة وقولوا لي أنهي أوضة هنشوف هتبقى احلى، لان اول ما انتوا هتختاروا الاوضه وتقولوا لي ان دي الاحلى هنزل اشتريها على طول. طبعا انا بالذات مش معايا، هو دلوقتي في الشغل، بس هو قال لي انزلي شوفي الحاجه اللي تعجبك وتلاقيها كويسه وتعجب البنات، وكمان توريها لحبايبك يتفرجوا عليها معانا ويقولوا رايهم ونشوف كده الدنيا فيها ايه. وابو زياد طبعا ايه هينزل معايا بقى المره الجايه نشتري على طول بقى ايه الحاجه اللي احنا هنختارها ايه مع بعض. المفاجاه عجبتني وانا مبسوطه منها جدا، انها هيبقى عندي اوضه بنات ليا لو رمات لوحدينا كده. اوضه مستقله خلاص، هانت الحمد لله. لا رماس في اوضه مع ميه، رماس في اوضه لوحدها. رماس يا جماعه داخله على تام عايزه اوضه لوحدها. طب انت مش هتخافي تنامي بالليل لوحدك؟ بخافش. ما بتخافيش، انت شاطره يعني؟ طب تعالي سلمي على اصحابك. انا فرحانه. طب سلمي عليهم. ماشي احنا عارفين، سلمي على اصحابك. انا بحب اسلم كده. طب قولي اللي انت عايزاه. انا فرحانه. خلاص يا جماعه هو ده السلام بتاعها، عايزه تقول لكم ان هي فرحانه عشان نازله تجيب الاوضه بتاعتها هي ونيره، هم كمان هيختاروها وانت هتختاروا معانا. يلا بينا عشان ما نتاخرش اكتر من كده. يلا يا رماس جاهزه؟ عشان ما تقفلش المحلات. عشان المحلات ما تقفلش؟ لا قصدك عشان المحلات تكون فتحت. يلا يا نيره. عايزه اقول لكم ان احنا خلاص وصلنا كده المعرض، زي ما انتم شايفين كده اوض الاطفال. انا بصراحه لقيت نفسي محتاره جدا، مش عارفه اعمل ايه. الاوض كمان فيها يعني شبه من بعض كتير، ما لقيتش جديد قوي يعني فيها، مش عارفة ما تشددش الحاجة او بس. انا هوريكم برضو وقولوا لي بقى. يعني انا بصراحة كنت متعودة على الخشب العمولة، اول مرة ان انا انزل واكون اشتري ايه هو الجاهزة، فدي اللي عجبت نيرة اللي هي لونها لبني ديت، بس انا حسيت ان هي موديل قديم، مش اللي هي جرار ولا حديثة وكده، بس كانت عاجبة نيرة عشان الالوان اللي فيها. وعجبت رماس كمان، بتشاور عليها بتقول لي ودي يا ماما، وده اللون التاني منها اللي هو الفوشيا ومرسوم عليها ميكي ماوس وجاي كده ضرف من تحت. والموف، الموف حلو بصراحة، شيك، لقيتها شيك وحلو. بس نيرة بتقول لي يا ماما لا الموف هتبقى اولادي، انا عايزاها بامبا كده لبني، الحاجات اللي هي البناتي. قلت لها لا كله بناتي والله عادي تمشي. ودي بقى عاجبه رماس جدا، يعني بتقول لي يا ماما دي عاجبني هاتيها لي. قلت لها بس ايه، احنا هنوري حبايبنا الاوض وكده، واللي هم هيقولوا عليه هنشوفه فعلا يناسبنا وحلو ولا ايه، يعني احنا بردك بناخد براي بعضنا. فهم بقى انا كنت بصوا انا بصور وسايبهم هم اللي يتفرجوا ويروحوا ويجوا. وعايزه اقول لكم كمان ان في اوض نوم، قلت اما اتفرج بقى حب استطلاع يعني. الحاجات دي يعني بقالي كتير ما بنزلش معارض ولا بشوف الحاجات دي خالص، غير كده بالصدفه لو في حد بيتجوز ولا حاجه. فشفت كام اوضه كده، فبصراحه قعدت اصور فيهم وقلت ايه يمكن اجدد الاوضه عندي. الاوضه بتاعتي اشتكت يا جماعه بقالي 16 سنه متجوزه فيها، فقلت اصور الحاجات دي يمكن ابو زياد لما يشوفها يعني يحن علينا يقول لنا ايه نجدد اوضه النوم بتاعتنا، فنجيبهم مره واحده، اوضه نوم لينا واوضه نوم ايه للبنات وكده. فانا بصراحه عجبني اللي هي لونها ابيض، هتيجي دلوقتي في المشهد هتشوفوها، يعني بصراحه لقيتها هاديه وقيمه كده وشكلها جميل. وبعدين الاسعار مش غاليه قوي للدرجه، يعني ايه في نطاق اللي نقدر نشتري فيه، بس ربنا بس ايه يخلينا كده ابو زياد وربنا كده يوسع رزقه ويجيب لنا كل اللي احنا نفسنا فيه، وهي الايام ان شاء الله اللي جايه تبقى احلى. هي دي الاوضه بقى اللي انا بقول لكم عليها البيضه ديت، تشوفوا معلقه معايا عشان كده لسه فاكراها، بيضه والتنجيد اللي في النص دوت لونه فوشيا كده او كشميري، لون جميل الالوان اللي انا بحبها عامه يعني. بعدين اللون الابيض ده بيوسع الاوضه كده وبيدي بهجه كده في المكان. بصوا بقى انا جايه النهارده بعد ما خلصت فرجه على الاوض اللي انتوا شفتوها ديت، اكله كده اول مره اجيبها والله العظيم من بره يعني من محل وكده، بس ريحتها ضربت في دماغي قلت بس لازم انا اجيب منها وادوقها. فمش عارفه لسه رد فعل العيال ورد فعل محمد لما يشوفوا الاكله دي هيبقى رد فعلهم ايه، هيتقبلوها ولا لا، هيرضوا بها اصلا ولا لا، لان هم مش متعودين ان انا اجيب لهم الحاجات دي بالذات يعني من المحلات اللي بره وكده. بنحتاجها بنعملها في البيت بس بتبقى كل فين وفين، فانا مشتاقه ان انا احط الاكل كده واجهزه واخرج بيه واوريه لهم وكده. خلي ده كده لا يبرد دلوقتي ونفضي السلطات الاول. حلو الفلفل الاخضر ده، ابو زياد بيحب الفلفل الاخضر جنب الاكل، ومخلل كمان اهو حلو، وسلطه وسلطه الطحين. افضيهم بقى الاول كده. طبعا هي نيرة بتصورني كده كده، هي كانت معايا وعارفه اللي انا جايباه ايه، وهي اللي شجعتني عليه. يعني باباها لو زعق النهارده على الاكله دي ان انا جايباها من بره هيبقى هي السبب، عشان هي اللي قاعده تقول لي والله يا ماما جميله
بسم الله نبدا بقى نفتح الجريمه الكبيره. يا مسهل الحال يا رب. محدش يا جماعه ينصدم من اللي انا هفتحه دلوقتي واللي انتوا هتشوفوه. تن تن تن. عرفتوا ده ايه؟ ده اسمي وفشه وكرشه وبقدونس خضره اهو جرجير. ريحته بقى ما اقولكوش. خرج لهم الاكل. يلا يا بوزات خد مني. بص احلى اكله هتاكله النهارده. انت عارف ده ايه اصلا؟ ده ممبار اهو. ايوه عينه ممبار. يعني انا ما قدرتش يعني. ودي تشكيله كده طحال على فيش على حواشي البحر كلها يعني بتاعت اسمها ايه؟ حواشي الدبيحه يعني. اسمها ايه؟ قلت حواشي البحر. لا مش حواشي البحر، حواشي الدبيحه. حواشي الدبيحه؟ ايه حواشي الدبيحه دي؟ الحواشي بتاعت الدبيحة، الحاجات اللي جوه الايه اسمها حلويات الدبيحة. حلويات الدبيحة. انا عمال اقول لي حواش دي. وعمال اقول بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ عايزه اتاكد هو بيقول ايه اصلا. اسمها حلويات الدبيحة اللي هي الفشه والكرشه والطحال وال ايه تاني. انا بحب الاكله دي. ممبار. انت جايبينها منين الاول؟ جايبينها محل موصوفي يعني؟ اه محل نضيف، كانت ريحته قلبه الدنيا. مصمت كويس يعني. احنا ماشيين كده تعبانين. الاكله دي لازم نجيبها. واكل بلدي نضيف. يعني الحاجات دي تمنها غالي. مش كده بقى ايه كده؟ انا جايبه لك عينيه. اتفضلوا معانا يا جماعه. مسيت تسلم عليهم وتقول لهم ازيك يا حبايبنا. يا رب دايما تكونوا بخير، ويا رب دايما كده من احلام ما يحرمكوش منا ولا يحرمكم منا. جمع جمع انت مالك. معلش يا جماعه عشان هو جاي من الشغل تعبان. جمع بس واستهدى بالله. وما اشوف ام زياد كده جايب لنا الحلويات دي منين حته بالظبط، مع ان انا متعود ان الحاجات دي بتعملها في البيت والله. مره بقى بس لما ايه ما ندوق كده ونحكم يعني. اتفضلوا معانا. وبردك مستنيين رايكم في الكومنتات. اهم حاجه يعني انا ما رضيتش اتسرع زي ما عملت في الصالون، فيا ريت تفيدونا بقى. ناكل الاول بقى عشان الاكل ده لو برد مش هيبقى حلو. بس الحقيقه اللي بتعملها في البيت احسن بجد والله. انا لسه ما دقتش. هي الريحه جميله. خلاص الحمد لله اكلنا وربنا عدها على خير. ابو زياد ما تنشنش معايا، وبعمل له بقى فنجان قهوه كده على السريع عشان يظبط دماغه عشان هو جاي مصدع من الشغل بصراحه. طب انا هعمل عصير. اعمل عندك الجوافه والموز والتفاح اللي انا لسه جايباهم. تعرف تعملي منهم كوكتيل؟ بصي بقى انا هجيب الفراوله هضربها في الخلاط مع الموز ونعمل لك فراوله مع ممكن تحط عليهم لبن. ممكن تفاح يعني فراوله وعليها لبن تبقى زي الزبادو. ممكن تضيف عليها موز. هتبقى طعمها حلو برده. ممكن تقطع شرايح تفاح كده فيها. اه ماشي. يا اما تدي لكل واحد تفاحه في ايده وخلاص، مش لازم تقعدي تقطعها. خلاص انا خلصت العصير بتاعي يا جماعه. انا فرحانه جدا ان هيبقى عندي اوضه خاصه بيا كده. بسرعه بقى اختاروا لماما واقول لها انهي اوضه اللي عجبتكم عشان تنزل تشتري لي بسرعه، وانا هعمل لكم فيها روتينات يوميه وحاجات جميله جدا. يلا انا اخرج اجرب العصير. انا جيت عملت لكم العصير اهو. تسلم ايديك يا نيره. الله ينور. بصوا العصير عامل ازاي. طب عملنا زبادو ولا ايه؟ اه شكله عامل زبادو خالص. زبادو بتاع نيره. زبادو على طريقه نيره الخاص. دوا قولوا لي ايه رايكم. استنى ما ادوق كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طب هاتي عينك يا ماما يعني خدي انت كوبايتك. ماشي. ده زبادو بس طعم حلو. زبادو من العيار التقيل. لا بس فواكه السهره فيه خالص. لا وكمان مع بتاع الكوبي فراوله طعمه جميل. طعمه جميل. عملتيه زي ما انا قلت لك صح؟ اه. موز على لبن على فراوله. اه. بس انت قطعتي فراوله صح؟ اه. قطعتي حاجه ثانيه؟ لا. لا حلو. انا قلت لها اعملي موز على لبن على فراوله وفرمهم في الخلاط، بس هي زودت بقى قطعت فيهم فراوله. لا بس جميل والله. شكلها مبسوطه كده.
ايوه انا هيا انت مبسوطه ولا ايه؟ لا مبسوطه انا مبسوطه جدا. احنا قاعدين بنعمل لك الحسبه بتاعتك اهي علشان ننزل نجيب لك الحاجه، بس اول ما الفيديو دوت يتنشر يا جماعه او تقولوا لنا ايه رايكم وتقولي لي اختار انهي اوضه من الاوض، والاوض اللي عجبت نيره والماس انا قلت لكم عليها في فيا رب بقى يكون الفيديو بتاعنا النهارده عجبكم. ما تنسوش الاشتراك في القناه لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واللايك بقى بتاعنا علشان كده نعرف ان انتوا كده متابعينا كده وبتحبونا. ومع السلامه وفي رعايه الله. قولوا لي ايه رايكم في الزبادو اللي انا عملته في العصير؟ عايزه بقى رايهم في الزبادو ولا رايهم في الاوضه عشان ما تلخبطوهمش؟ خليهم في الاوضه. لا في الاوضه اهم، الاوضه اهم. احنا مش عايزين نتقال عليكم يا جماعه، طبعا كل اللي احنا بنقوله دوت من حبنا فيكم ومشاركتكم بقى معانا، ربنا يخليكم لينا. ويلا بقى مع السلامه.